نستمر أيها الحول الكريم، وانطلاقاتنا متواصلة مع مشاهدينا متابعي رياضة الهجن في ميدان المرموم. شوطنا العاشر الذي أعلنت بداية انطلاقته في 4 كيلومترات في المرموم، وهو الخاص بالمهجنات الأصايل، الإذاع أبكار أصحاب السمو الشيوخ، الشعارات على ظهور الأصايل تتواجد دائما لتزين هذا الميدان الذي يزهو دائما بالأصالة والناموس. نسير مع مقدمة الشوط، وهذه من تقود المشاركات مشاهدينا متابعينا الكرام. انتزاع من تنتزع المقدمة، انتزاع لاسمه الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم، سعيد بن عبيد بن مروشد يقدم لنا انتزاع بالمقدمة، بينما تاتي المدينة على ثاني المراكز. المدينة لاسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، مسري بن سالم بالعرطي يقود المدينة في التضمير وياتي بها إلى ثاني المراكز، بينما الشاهينية في المركز الثالث، والمركز الثالث الشاهينية تعود ملكيتها لاسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. مطر بن محمد بالضبيعة يقودها في التضمير، بينما المركز الرابع تقدم هناك من الفائزة مشاهدينا متابعينا الكرام لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. محمد بن سعيد بن مروشد يتولى تضميرها النقلة على المركز الخامس. الخامسة تدخلت الظبي لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها سيف بن عمير العميمي، نعم يتولى تضميرها. السادس المراكز، هناك التدخل في هذه اللحظة من قبل الظبي أو من هجن العاصفة اللي تقدمت، يضمرها حمد بن راشد بن غدير. والمركز الثامن ولا السابع نعم الشكل لاسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. عتيج بن سالم بالعرطي يتابع تضميرها. ثامن المراكز التواجد الواعية، تعود ملكيتها لاسمه الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها خليفة بن سالم خليفة بن سلطان بن رشيد يتولى تضميرها. والمركز العاشر هذه اللي هي العنود مشاهدين الأعزاء، أو دوشة مشاهدينا متابعينا الكرام، تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها عامر بن حمود بن دعفوس المنصوري. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى في انطلاقة هذا الشوط، وهذا الاندفاع في انطلاقة هذا التحدي وهذه التحديات الجميلة. نعود أيها الحفل الكريم بعد إكمال العشر المراكز مرة ثانية إلى انطلاقة هذا الشوط وإلى تحدي هذا الشوط. المدينة مشاهدينا الأعزاء الجميلة، المدينة تتصدر المجموعة، تأخذ المركز الأول، ترقص على أرضية هذا الميدان، تقدم أجمل عروضها بدون أوامر. المدينة لاسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، مسري بن سالم بالعرطي يقدم الخبرة مشاهدينا الأعزاء مع هذه الرياضة في تضمير الهجن. أبو حمد يا سلام يا سلام، المركز الثاني، الثانية من الجانب الثاني، وصلت الشاهينية سمو الشيخ المر بن مكتوم المكتوم. سيف بن احمد بن خريده يتقدم وياتينا هناك من الخلف، ما ذعناها تقريبا في العشر، ولكن تقدمت الى ثاني المراكز. المركز الثالث الفائزه قادمه بقوه كذلك، ما حرك جهازها ليها ابدا. الفائزه لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، متعب المضمري، محمد بن سعيد بن مروشد متواجد المركز الرابع. هذه الظبي وصلت، الظبي تعود ملكيتها لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. سيف بن عمير العميمي يتولى تضميرها. الوصول في هذه اللحظة، عادت انتزاع مرة ثانية، عادت للمنافسة لاسمه الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم. سعيد بن عبيد بن مروشد يتولى تضميرها. هناك الواعية لاسمه الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم. خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يتولى تضميرها. العودة
إلى المدينة، إلى المدينة، شكلها وأداها جميل حتى هذه اللحظة. يا سلام، وتقود المشاركات، ولكن قلت لكم أشوف أمورها هادية قبل، ولكن الفايز اسم على مسمى، الفوز مطلوب، والتنافس ما بين المضمرين من بداية الموسم بدأ، من بداية الموسم يشوق الجماهير. ما شاء الله، المدينة والفايزة، الفايزة والمدينة بتنضم. هناك الظبي الثالثة، ديروا بالكم، العاصفة من الجانب الثاني، التقدم. يا سلام من الظبي لهجنة العاصفة إلى رابع المراكز، ولكن صدرت الأوامر، ارقصت الإذاع. ما شاء الله، شوف هذا المنطلق، شوف المربع الذهبي ما بين الأربع المراكز، وهذه الفايزة، بفارق راس، ولكن الظبي من هجر العاصفة من الجانب الآخر تسللت وانتزعت المركز الأول. يا سلام من جانب اليمين هجن العاصفة مع الظبي في الأمتار الأخيرة تنتزع الناموس. تهانينا مشكور يا الواثق. المركز الثاني الفايز لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الثالث المدينة لاسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، المركز الرابع لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وبقية المراكز عند اللجنة. نتابع التوقيت الزمني، والظبي اللي قدمت الأداء الجميل والأفضل في هذا الشوط في الأمتار الأخيرة، قطعت المسافة في 6 دقائق و22 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجنة العاصفة، تهانينا حمد بن راشد بن غدير. كذلك الفايزة قدمت أداء جميل، 6 دقائق و25 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد، تهانينا لمحمد بن سعيد بن مروشة، تهانينا لكل الفائزين بالمراكز المتقدمة. وهذه المركز الثالث المدينة، قطعت المسافة عموما الظبي، قطعت المسافة الظبي في 6 دقائق و23 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا.